نتمنى من كل قلبي نتمنى من كل قلبي من كل قلبي نضم فوروان المره واحده برك حبيت نشوف مظاهره بدون اي العاب ناريه. تعبر على صالح واش راك صالح صافي شي انا باه بخير صحاب يا تعبر على كل شيء الله يسلمك. ابا الاصابه حبيب يريد اعدام السعيد حبيب يريد اعدام السعيد ان شاء الله قاع خاوتنا الله يسلكوها كامل في الحراش باذن الله ما نحطوا بينهم يروحوا قاع 1 باي 1 يتحاسبوا ويزيدوا يتحاسبوا على الدراهم اللي داوهم من الاخر والله يتحاسبوا الى يوم الدين وما نسامحهمش ما احنا في الغربه والله يتحاسبوا عليها يتنحوا قاع كما قالوا شبيبه قاع يروحوا قاع اللي صالح ما يسحقوا حتى واحد باذن الله الله يحفظك العزاء وضد العصابة وشهد شاهد من أهلها الشعب كان يقول العصابة واليوم رئيس الأركان قال العصابة العصابة معناتها لازم تتحاسب والعصابة لازم تتحاكم أما لا لازم يروحوا قاع المحكمة إن شاء الله. تحية الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من العاصمة البريطانية لندن مع الجالية الجزائرية التي تقوم بتحضيرات الوقفة السلمية للنظام الفاسد. إن شاء الله نوصل الرسالة تاعنا لكل العالم عبر الصحافة التي ستكون حاضرة هنا ونعطوا صورة جميلة على الجالية الجزائرية والجزائريين كأجمع كصورة جميلة ومتحضرة كشعب مثقف ومتطور ولما لا سنكون قوة اقتصادية وشبابية في العالم نكون دولة تنافس الدول المتطورة إن شاء الله في آخر أمن صالح إن شاء الله. صالح الشعب الجزائري السلام عليكم يا أخي العزيز وأنا معاكم وأنا معاكم وتحية الجزائر والعصابة تروح كامل يروحوا اللي دا دينار ولا سرق ولا هذيك كاع يروحوا وتحية الجزائر وأنا معاكم قلب ورب للشعب ما نحبسوش إن شاء الله ونكملوا وإن شاء الله تكون نتيجة مع الأخر وإن شاء الله الشعب الجزائري نعيشوا إن شاء الله في حرية تامة إن شاء الله والعصابة أوت. نبي صالح السلام عليكم رانا جينا اليوم ان شاء الله نطالبوا باب النظام باش يروح وكاين صالح هذا اللي راه يقول راني مع الشعب نطالبوا منه الى راه صح مع الشعب يحكم هذه العصابه ويسجنهم وكيما داروا اللي اعتقلوهم قبل وداروهم في القنوات جوزوهم في القنوات بلا ذكر الاسماوات منهم بالصحفيين منهم ممثلين نطالبوا يحكم هذا السراقين كيف ويبينوهم لنا في الاعلام باش نشوفوهم بلي مينوط باش يبرد خاطرنا ورانا معاه الا راه يدير هذا القرار رانا معاه ما يديرش القرار هذا ما راناش معاه يروح هو معاهم كان. والسلام عليكم امي صالح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. الجزائر تسعى الجميع. الرحيم السلام عليكم. الجزائر تسعى الجميع وعدم ان شاء الله الشعب كله ما يكونش الانتقام وتكون محاكمة عادلة وكل واحد ياخذ حقه ويشكر الشعب الجزائري على كل طوائفه والله يجيب الخير ان شاء الله. السلام عليكم. من لندن اخواننا فخامة الشعب الجزائري نحييكم في هذه المسيرة اللي كديروها كل جمعة وحنا رانا نديروها كل سبت. حنا ما نوقفوش حتى تنحي العصابة من فوق حتى لتحت كما قلنا كاع يتنحوا يروحوا ينرحلوا كامل ان شاء الله. ثاني نحيي الشعب الجزائري اللي منظم الشعب والوقفة تاعو كانت سلمية سلمية سلمية. تحية كبيرة من لندن نحبكم. السلام عليكم. حنا اليوم جينا لهنا على جال بلادنا باش بلادنا تتسقم باش العصابة هذه قاع تروح كيما راهم مجدور وقلع ان شاء الله بلادنا تتسقم ان شاء الله قاع اللي راهم هنايا نولوا لبلادنا نخدموها نعاودوا نرفدوا بها وعلى بالنا بلي عندنا البوتونسيال باش بلادنا تتسقم وان شاء الله يا ربي بدعاوي قاع الجزائريين وقاع العرب والمسلمين نولوا ان شاء الله وبلادنا تولي لبلاصتها الحقيقيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم تعيش اليوم الجزائر والجزائريون كل ايام فخر
ما شاء الله. سي صالح نقول لك باللي احنا كي جينا انا من اوائل الجاليه الجزائريه في لندن، كي جينا في السبعينات كنا في اوكسفورد، كانت الناس تجي يقول لك كاين جزائريين هنا ماذا بينا، طرح نشوفوا كيفاه مديرين هاد الجزائريين هذو، كيفاه مخدومين هاد الجزائريين اللي خرجوا فرنسا، ويجيو يلقاونا كيما هما، فينا القصير فينا الطويل فينا الصغير فينا الابيض. مشى هذاك هذيك العز اللي كان عندنا، وصلنا عدنا نحشموا نقولوا احنا جزائريين. من 99 الى يومنا هذا عاد الجزائري يتدرج، واحد يسمي روحه بول، واحد يسمي روحه موريس، واحد يسمي روحه دانيال، وهاو جا يوم ان شاء الله وين رجعت العزه تاع الجزائريين. عاد يمشي الجزائري وراسه في السماء يقول لك ها هما كي اسياد العالم، موش اسياد الجزائر فقط، اصبحنا ما شاء الله اسياد العالم، ويعطى بنا المثل في النظافه في الاجتهاد في حب الوطن في الوطن، وهذا الشيء اللي نشكر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا في وقفتنا دائما حراكنا امتداد لحراك الداخل. اليوم الوقفه او الفعاليه السابعه هنا في لندن لارسال صوتنا للعالم باننا هناك جالية جزائرية، نرسل رسالة إلى كل العالم بأن الشعب الجزائري يريد دولة العدل، دولة القانون، يطمح إلى دولة الحريات، يطمح إلى دولة ذات مؤسسات شرعية نابعة من الشعب وصادرة من حق الشعب ومن اختيار الشعب. رانا هنا في لندن في ماربراتش في لتحرير الجزائر إن شاء الله ومن أجل الوطن، وهذا واجب لأرض الشهداء. بركات 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 بركات
ماشيين ما شاء الله. يا سيد يا سفاه جزائر ارض الكفاح، يا بن زايد يا سفاه ارض الكفاح، يا بن زايد يا سفاه جزائر ارض الكفاح. السلام عليكم خوتي، ماذا بيا نسمع صوت صوتكم؟ قضية قضية دولة، قضية قضية سياسة، قضية قضية سيادة وطنية. خوتي نسمعكم مليح بليز. ما راناش حابسي، ما راناش حابسي حتى تروحوا كاملين، حتى تروحوا كاملين. شفناكم يا خداعين، شفناكم يا خداعين. سراقين سراقين، سراقين سراقين، ونقولوها سراقين، ونقولوها سراقين. حذارين حذارين، حذارين حذارين، ونقولوها حذارين، ونقولوها حذارين. انتم كامل حذارين، انتم كامل حذارين. ما راناش راضيين، ما راناش راضيين. حكومات السراقين، حكومات السراقين، حتى تروحوا كاملين، حتى تروحوا كاملين. شفناكم يا سراقين، شفناكم يا سراقين. احنا الوطنيين، احنا الوطنيين. ديباج ديباج ديباج، حكومة المكياج، حكومة المكياج. ديباج 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 ديباج، حكومة المكياج، حكومة المكياج. ما خصناش ريبي كوراج، ما خصناش ريبي كوراج. لا نريد لا نريد لا نريد، حكومة السعيد، حكومة السعيد. أيها الواقفون، أيها الواقفون، أنتم أيضا معنيون، أنتم أيضا معنيون. أيها الشياطين، أيها الشياطين، أنتم أيضا معنيون، أنتم أيضا معنيون. ديكاش 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 ديكاش، حكومة المكياج، حكومة المكياج. ساميدون ساميدون، ساميدون ساميدون. سلميون سلميون، سلميون سلميون. صابرون صابرون، صابرون صابرون. لابن صالح رافضون، لابن صالح رافضون. لابن عيسى رافضون، لابن عيسى رافضون. ساميدون ساميدون، ساميدون ساميدون. للنظام رافضون، للتجديد مطالبون، للتجديد مطالبون. أردي وفلان، أردي وفلان. حنون للحنون، للحنون للحنون. أمي جاهلون، أمي جاهلون. لا يعرفون القانون، لا يعرفون القانون. بركات بركات، بركات بركات. برلمان محفظات، أولا الحفاظات. بركات بركات، بركات بركات. برلمان محفظات، برلمان الحفاظات. بركات بركات، بركات بركات، بركات بركات. خطافين خطافين، قتالين قتالين، قتالين قتالين. خطافين خطافين، خطافين خطافين. وقولوها خطافين، طيب هذا الأسبوع السبت السابع بإذن الله رانا واقفين هنا في لندن. اليوم ماناش عاملين مسيرة، رانا واقفين فقط، وهذا من أجل العائلات. كاين عائلات كثيرة اليوم، لأنه بداية عطلة، عطلة الربيع هنا في بريطانيا. جاءوا الأطفال كثير اليوم، التغطية لاباس بها مليحة وتمكن هائل. ونشكر الشباب هذو اللي عملوا في الوقت هذه. كثير من الناس الآن بدأوا يتقلقوا، يعني يقولوا وين الحراك، إلى أين الحراك؟ يا إخواني ما تنسوش إنه الحراك قطعنا شوطا كبيرا، شوط يعني أسقطنا الرئيس، حكومة، حتى إنه يعني المواطن لا 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 يتجرأ أحد أن يهين مواطن، أي مواطن. وهذا شوط كبير في الانتقال الثوري، هذه ثورة. الآن بدنا ندخل في منطقة الثورة. منطقة الثورة هي تغيير الذهنيات يعني بالأساس. المطلوب الآن هو الثبات، عدم الفشل. إجرائيا المطلوب الآن هو حل البرلمان هذا بإعلان دستوري أو أي أمر كان، حل البرلمان، حل الحكومة هذه، وحل المجلس الدستوري. هم أصلا هذو لا يمثلون شيء، لا الحكومة ولا البرلمان ولا المجلس السوري، لا يمثلون شيء في الحقيقة. إذا حلهم أو تركهم لا يغير في الأمر شيء، يعني من الأفضل أن تحلهم وتبدأ في العمل. والعمل هو أول شيء، هو تكوين حكومة، حكومة كفاءات راح تقوم على المرحلة القادمة، لأنه البلاد لازم تتسير
وكاين وزارات لازم تسيروا، كاين امور الناس وشؤون الناس لازم تسير وتشرف على انتخابات قادمه. لا علينا ما نقولش يعني واش راح يكون يعني بالضبط في المستقبل، كل اسبوع ان شاء الله راح يجيب خيره. كاين الناس اللي بداوا يتساءلوا لانه هذا من الطبيعه ومن حقهم، الناس بداوا يتساءلوا واش نعملوا الان، واش هو الشيء اللي نعملوا. انا النظره تاعي الخاصه تاعي به ان النخب تبدا تتقدم الان، لانه منطقه الثوره هو تدخل تبدا في مرحله ما قبل الثوره اللي قلتها من قبل، الان دخلنا في منطقه الثوره النخب.